السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي المتتبعين في هذا العدد الجديد اللي راحين نتحدثوا على قضية معينة واللي هي أن البعض من الجزائريين والتوانسة والمغاربة يتصلوا بأبائهم اللي راهم مغتربين هنا على الأراضي الفرنسية ويقولوا لهم روحوا ديروا الضمون ناسيوناليتي باه كيعطيو لكم الجنسية حنا نستفدوا منها، ولكن أغلبية المهاجرين اللي جاوا اللي راهم هنا في فرنسا، راني نهضر على لي زيميغري الكبار اللي عمرو 80 سنة 70 سنة، نهار جاء اولا هو ما دارش الجنسيه لانه كان يعتقد ان الجنسيه الفرنسيه تعتبر بمثابه كفر في السبعينات الثمانينات. قلت لك لو كان دير لا ناسيوناليتي فرونسيز نولي كافر، انا نخرج من المله. هذه واحده. ثانيتها لا بليبار من ولادهم راهم دي ماجور دروك، ما بقاوش عندهم ولاد دي مينور. دونك اذا كان عنده وليده مينور نقدروا نناقشوا الموضوع، اما اذا كان ولاده قاعد دي ماجور ما نقدروش نناقشوا الموضوع. والمشكل انه حتى الاحفاد اذا كان يعني دوك اذا كان جدك ولا باباك راه هنا في فرنسا وانت راك ماجور وقلت له روح دير دوموند ناسيوناليتي وراح دار هو دوموند ناسيوناليتي، انت تقول لي على الاقل ولادي يستافدوا لان ولادي راهم دي مينور. لا، اذا كان انت راك ماجور حتى ولادك ولا ولاد ولادك في مهنة تقطع العلاقه، تقطع الحبل، يقطع الحبل بمجرد انك راك ماجور. هذه من ناحيه، وهذا القانون واضح لازم الشخص كي يرفض الجنسية الابن ولا البنت المباشر لها تكون مينور باه يقدروا الأبناء والأحفاد يعني الأحفاد اللي تحتهم يستفدوا من الجنسية الفرنسية. أما ذوك انتم راكم رايحين تعيطوا لهم تقولوا ديروا ناسيوناليتي، راكم رايحين تتعبوهم باسكو حقيقة باه تحصل على الجنسية أي حاجة كبيرة وصعيبة، دونك سي با فاسيل بور اوبتونير لا ناسيوناليتي. ألور جريه يروح يدير دوسي، يدير رونديفو، يروح ويطلع ويهبط، كي يرفد الجنسيه انت ما عندكش لو دروا، ولادك ما عندهمش لو دروا، سيراريا. بالاضافه الى ذلك القانون اللي خرج في 5 فيفري 1998 واش يقول؟ يقول الابن كي يكون مينور لازم يكون ايضا عايش مع باباه هنا في فرنسا، يعني اللي كانوا عايشين في الجزائر ولا في تونس ولا في المغرب، وباباه كان هنا ورفد الجنسيه باباه هنا، معناتها ما عندوش لو دروا هو باسكو ماهوش كان عايش معاه. باه تقدر تثبت انك كنت عايش مع باباك نهار رفد لا وانت راك مينور، انا نهضروا اللي رفضوا لا ناسيوناليتي بار ديكلاراسيون، معناتها جا لفرنسا عاش 5 سنين ودار لا ديكلاراسيون رفض لا ناسيوناليتي، ماناش نهضروا على لا ناسيوناليتي بار فيلياسيون، معناتها اللي عندهم لي دوكري واللي عندهم لي جوجمون قبل الاستقلال، هذاك سي نوتر بار، يعني هذاك شيء اخر. ميم هما لازم تكون الابن يكون مينور، ما دوك انا نهضروا على المعيشه، تسمى انت لازم تكون عايش مع باباك كي كنت مينور نهار دار لا دوموند ناسيوناليتي اوتونك ديكلاراسيون با اوتونك ريانتيغراسيون. اوتونك ريانتيغراسيون ميم تكون عايش في الجزائر هو عايش هنا في فرنسا من حقك تطلب الجنسيه، اما بار ديكلاراسيون انت كنت مينور وعايش في الجزائر هذا يسقط عليك الحق باش تحصل على الجنسيه الفرنسيه. فما بالك انت راك ماجور وراك عايش في الجزائر وباباك راه في عمره 80 ولا 70 سنه تقول دير دوموند ناسيوناليتي باه يعطيوك ناسيوناليتي، انا نرفض ناسيوناليتي. سي با بوسيبل، سا مارش با كوم سا، ما كان لا تشقيوهم. انا نقول لكم يعني صراحه لانني شاهدت الكثير من لي فيو جاوا لعندي جابوا لي قالوا لي ديرنا دوسي بور دوموندي لا ناسيوناليتي. كي سقسيتهم قلت لهم علاش حبيتوا ديروا ناسيوناليتي راك في عمرك 70 سنه، واش خلاك في السبعينات الثمانينات علاه ما طلبتش الجنسيه حتى دروك؟ قال كل غير ولادي زيروني قالوا لي دير ناسيوناليتي باه يستافدوهما. معليش الحاج نقول له ولادك شحال في عمرهم؟ يقول لك كبار، كاين اللي عمره 40 كاين اللي عمره 50. نقول له عليهم ما عندهمش لو دروا لا ناسيوناليتي؟ يقول لك لا قالوا لي بلي عندنا لو دروا. شكون هذا اللي قال لكم عنده لو دروا؟ راكم تجريو فيهم، راكم تعبوا فيهم، انا جو فوا سي بو ريان دي تو. دونك تروطار لا غالب زمان هما ما داروش دوموند ناسيوناليتي، دروك تروطار، سي تروطار، اي بوف ريان فير بور فو، مالوريزمون سي لا رياليتي، مي ما كان لا تشقيوهم، وانتم ثاني اللي راكم حاكمين في الامل هذا وراكم ديروا دواسه وراكم تكتبوا يقولوا لكم لي كونسي ويقولوا لكم لي زافوكا باللي باباك اذا كان دار غير ارواح ندير لك دوسي، اعرف باللي راهي مخدومه لافير. باردون، اعرف باللي لافير راهي مخدومه لان في الاصل كما يقولوا كاين ثغرات في القوانين، ولكن القضية كيما هذه ماجور ولا كنت عايش أنا ولا ما كنتش عايش أنا ما فيهاش كيما يقولوا ما فيهاش ثغرة، القانون واضح في الشيء هذا. دونك القانون واش يقول؟ يعني نعاودوا نديروا بتي ريزومي، القانون يقول باللي في تاريخ مطالبة للشخص اللي يطلب به الجنسية لازم يكونوا ولاده مينور ماشي احفاده، مانيش نهضر، لازم تفهموا هذه النقطة باسكو انتم كي نهضروا على مينور تم تروحوا تجريوا لاولادكم تقولوا ولادي مالا مينور، نو انت الابن المباشر البنت المباشرة لازم تكون مينور باه تقدر تهبط لا ناسيوناليتي للاحفاد. ثم كاين الشرط الثاني انك لازم تكون عايش معاه هنا في فرنسا في تاريخ
اللي يرفض هو الجنسية الفرنسية. إذا كنت أنت عايش في الجزائر هو رفض الجنسية وأنت كنت مينر وعايش في الجزائر فهذا ثاني. إذا كان هو عايش هنا في فرنسا وأنت عايش في الجزائر أنت كنت مينر هو رفض لا ناسيوناليتي هنا في فرنسا وأنت كنت مينر عايش في الجزائر وما عندك حتى دليل بلي راك هنا في فرنسا فالشيء هذا أيضا يسقطك الحق في المطالبة بالجنسية الفرنسية. دونك أنا نعطيكم نصيحة، هذه نصيحة من عندي، ما كان لها تجريوهم خليوهم ترونكيل، ما كان لها تزيدوا تعبوهم راهم كبروا تعبوا خدموا عليكم فيها بركة. نقول لكم خوتي تحية طيبة ونتلاقوا في ساعة أخرى إن شاء الله.